السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الطلبة. إن شاء الله هنشرح معكم النهاردة مسألة في الدلفار تربين Single Impulse Stage Input Turbine. طيب المسألة بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا A Single Row Impulse Turbine Stage، يبقى هي الدلفار اللي إحنا بنتكلم عليها. طيب خلاص إحنا عارفين Single Row Impulse Stage شكلها إزاي؟ شكلها إزاي؟ هنكتب عنوانها Single Row، يعني صف وحيد، impulse stage turbine، اللي هي تنسب للمخترع بتاعها هو اسمه دلافار. طيب تقول ايه بقى المسألة؟ بتقول لي في single impulse stage turbine، طبعا احنا عارفين انها بتتكون من نوزل وراها امبولس باكت زي دي كده، وعارفين شكل التوزيع بتاع عندنا سي نقطة دخلت على النوزل بقت سي واحد، وخارج كيو بقت دبليو واحد، وبعد كده دبليو واحد خرجت من هنا دبليو اتنين، وبعد كده معايا بقت سي اتنين. تمام، ودي نوزل وده روتر بليت، ده برضه بيتحرك بلاتيك روتيشن. طيب هو بيقول لي بقى، بيقول لي single row impulse turbine stage، يبقى single row impulse turbine stage زي اللي احنا اسمها مالها بقى، receives 4.5 kilogram per second of dry saturated steam، يبقى داخل من هنا 4.5 kilogram per second steam. طيب وبعدين بيقول لي of dry saturated steam، يبقى انا عرفت كده البوينت بتاع الدخول نقطه 0 دي، بوينت 0 الكونديشن بتاعها دراي ساتوريتد ستيم، دراي ساتوريتد ستيم عند مين بقى؟ ات 8 بار، يبقى انا داخل معايا هنا اول حاجه البي بتساوي 8 بار اللي هي البي نوت دي، والتي نوت أم بتساوي التي ساتوريشن بتاع 8 بار، والحالة ساتوريتد ستيم. داخل عن 8 بار expand in a nozzle of efficiency 94%، أنا عندي efficiency هنا النوزل دي 94%، دي بيتا داش to a pressure of 5 بار، يبقى ده بي نوت بقى عندي بي واحد هنا بيساوي 5 بار، يبقى انا نزلت من بي نوت لبي واحد بكفاءة 94%، and discharged at an angle 20، يبقى اذا هي بتعمل discharge عند الانجل 20، يبقى دي الفا واحد بتساوي 20 درجة. to a plane to the plane of rotation of the plates، للplane بتاع الروتيشن بتاع البليت. بيقول لي neglect nozzle inlet velocity، خلاص neglect nozzle inlet velocity، فين nozzle inlet velocity؟ هي السي نوت دي، السي نوت دي يعتبر ان السي نوت دي قيمة صغيرة جدا ممكن نحتاجها، يعني قيمة صغيرة خالص هي اللي ماشية في النص، يعني هو بيقول لك neglect الكيناتيك انرجي بتاعتها، نجليكت نوزل انت فيلوسيتي، اند بيقول لي فور، خلاص هو خلص كده النوزل يخش على مين؟ على الروتر، فور ذا روتر افشنسي اوف 9/10، بيقول لي الروتر افشنسي اللي هو ايتا دبل داش 9/10، اند فيلوسيتي ريشيو بتساوي 45%، بتساوي 45%. طيب هنبدا بايه بقى؟
هنبدا ان احنا نرسم الاتش اس دياجرام. يعني في الاول نرسم البوس دياجرام كده في سكتش مات وبعدين نرسم الاتش اس. ونرسم الاتش اس دياجرام عندنا اهو الاتش اس دياجرام اهو ادي خط الساتوريشن اهو بتاع الاتش اس دياجرام. المفروض ان انا عندي بريشر عندي 8 بار ده البي نوت اللي هو 8 بار وبعد كده عندي البريشر الثاني اللي هو تحت 105 بار اللي هو البي 1 وهو بيساوي البي 2 اللي هو بيساوي 5 بار. النقطة فين بقى؟ بيقول لي هو النقطة داخلة ساتوريتد ستيل يعني عنده ساتوريشن هنا ودي نقطة زيرو. وبعدين ايه؟ طبعا احنا بنقول ان هي رايحة تنزل رأسي فدي نقطة واحد اس وهي برضه ممكن تنزل اكشوال فتبقى دي نقطة واحد وبرضه بعد ما تنزل اكشوال على نفس البريشر تمشي كده تبقى دي نقطة اتنين. فده شكل الاتش اس دياجرام على الشكل الاتش اس دياجرام بالنسبة للتربينة دي. هنبص نلاقي كل الانرجي بتاعتنا نزلت من صفر لواحد اس كل الاكسبانشن حصل في النوزل تمام. فالايديال انرجي اللي معانا اتش نوت نوت اتش واحد اس. عايزين نجيب الاتش نوت عايزين نجيب الاتش واحد اس. طيب هنجيب الاتش نوت ازاي بقى؟ هنخش الاتش اس دياجرام من خلال قيمه البريشر خلاص احنا عارفينه والنقطة الساتوريشن دي هنطلع الاتش دي. تمام؟ الاتش هتطلع بكام بقى؟ الاتش هتطلع معانا ب 2 7 6 9 يبقى هنا اهو الاتش نوت طلع 2 7 6 9 و 1 3 بوجود بالهجرة. طيب ايه تاني؟ خلاص عايزين الـ H1 S الـ S. طيب عايزين الـ S نوت الـ S نوت بكام؟ جبت الـ H من هنا انزل برضه كده اهو رأسي هتطلع الـ S نوت من هنا الـ S نوت بكام؟ بـ 6.6627 ماشي هتطلع كده تقريبا يعني ممكن نقول بوينت 6.7 مثلا او بوينت 7 يعني 6.766 ماشي كيلو جول بير كيلو جرام كده. طلعنا ايه؟ الاتش نوت والاس نوت نشوف البوينت بقى ايه بعد التربينه اللي هي الواحد اس دي ماشي. البوينت واحد اس دي بتساوي ايه بقى؟ الاس بتساوي الاس البريشر بيساوي 5 بار وبتاع واحد اس ده هو بتاع واحد وفي نفس الوقت الاس واحد اس هتساوي الاس نوت هتساوي 6.66 كيلو جول بالكيلو جرام. يبقى احنا هنيجي عند النقطة اهي وننزل لحد ما ناخد في البريشر عند قيمة الاس وعند قيمة البريشر نطلع دي بتطلع لنا بكام؟ تطلع لنا بسم الله الرحمن الرحيم تطلع ب 2681 برضو اي حد هتطلعها 2688 ماشي تقبل منه يعني. طيب هي 2681 اللي هي الاتش ايه؟ الاتش واحد اس بوينت ماشي 2681 بوينت 29 انا طلعها من كيلو جول بالكيلو. طيب كيلو جول بيه يبقى احنا معانا كده الاتش نوت وعندنا الاتش واحد. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نطلع السرعه عند واحد كده. احنا خلصنا خدنا كل المعلومات من مين؟ من الاتش اس دياجرام كده مش محتاجينه تاني. نبدا نخش على مين؟ على هنا على محتاجين نرسم الدياجرام.
بتاع الفيلوسيتي. لو خلصنا ده الجرام هنلاقي كل المقاييس اللي موجوده هنا بتتكلم في الدقيقه. طيب عندنا ايه؟ عندنا الجفاف بتاع الموزل ده، هو ده اللي هنبدا بيه. احنا هو مدينا زاويه الفا 1 ماشي. طيب مدينا يو لا مش مدينا يو، بس مدينا الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ريشيو. مدينا الفيلوسيتي ريشيو دي بتساوي يو على سي 1 بتساوي 1.45. تمام. مدينا ايه تاني؟ انا اقدر اجيب السي 1 من خلال الشات اللي فوق دي. طيب اعمل ايه بقى؟ اقول ان الاي ده سي بتساوي، المفروض ان هي هتساوي ايه؟ الكفاءه بتاعت الموديل دي بتساوي السرعه تربيع على 2، الكفاءه دي بتاعت السرعه الحقيقيه اللي خارجه منها على سي 1 تربيع على 2، ده ايه؟ اس الايزوتروبيك. طيب خلي اللي فوق ده زي ما هو، يبقى سي 1 تربيع على 2 على اتش نوت ناقص اتش 1 اس. طيب معايا اتش نوت، معايا اتش 1 اس، معايا الكفاءه اقدر اجيب، وبالتالي عندي اتش نوت 2769.13 ماينس اتش 1 اس 2681.29، وفوق عندي اللي هو سي 1 تربيع على 2، ده هيساوي 94%. يبقى انا كده اقدر اطلع سي 1 بكام؟ تطلع معايا سي 1 دي، سي 1 تطلع معايا 12.85 متر بير سكند. طيب يبقى انا كده معايا سي 1، اقدر اجيب اليو، اقدر اجيب اليو. يبقى اذا اليو هتساوي سي 1 دي، اليو هتساوي سي 1 في اليو اللي هي الفلوست ريشيو. يبقى سي 1 في اليو، سي 1 بكام؟ سي 1 في اليو، سي 1 قلنا ب 12.85 في اليو اللي هي 0.54. يدينا ايه الكلام ده؟ يدينا خمسة بوينت سبعة تمانية اتنين خمسة متر بير سكند. يبقى انا كده جبت كام؟ معايا التلات حاجات اللي بيرسموا لي المثلث الاولاني، معايا السرعة سي، معايا يو، انا معايا سي، معايا يو، ومعايا الزاوية. اقدر ارسم المثلث الاولاني. نمسح كده خلاص، ده دول انتهى. هاجي كده اهو، اخد احط نقطه صفر كده، وبعد كده ابدا ارسم اليو لتحت السكيل بقى. اذا كنت حاسب سكيل الواحد متر عبر عنه مثلا 1 سنتي، يبقى اذا 5 و7 دول هيبقوا 5 سنتي و7 من 10. تمام. عايز اخلي كل واحد متر عبر عنه 2 سنتي، يبقى 5 و7 دول اضربها في 2 تبقى حوالي 11 ولا حاجه. فعلى حسب الدقه اللي انا عايز اشتغل بيها، مش احسن طبعا ارسمها في صفحه كبيره، وارسمها بدقه كويسه عشان تطلع لي القيم المظبوط. طبعا انا عندي اليو اهي، خلاص رسمت اليو، معايا الزاويه الفا، اروح جايب الزاويه دي ب 20 واروح راسم السي. يبقى انا رسمت اليو وحطيت الزاويه 20 ورسمت السي، الاقي اوتوماتيك طلعت لي مين؟ الدبليو. وطالما طلعت لي الدبليو طبعا تطلع لي الزاويه بتاعتها اللي هي ايه؟ البيتا 1. انا مش محتاج الزاويه، لو هو طلبها طبعا تقول له حلو يعني، بس انت احنا محتاجين قيمه الدبليو 1. طيب جبنا قيمه الدبليو 1، يبقى احنا كده خلصنا النوزل. نخش على الروتر بليت، نعمل ايه بقى؟ كده رسمنا المثلث بتاع النوزل، ده بيساوي 12.85 متر بير سكند، وده هيساوي 5.78 متر بير سكند. فيطلع لنا قيمة الـ W واحد من الرسم،
طلع لنا في انتساب واحد من الرسم دي 7.44. هتطلع 7.67 4 متر في الثانية. طلعنا W واحد. خش بقى على ايه؟ يبقى انا معايا خلاص المثلث ده كله. اخش بقى على الروتر بليت. طيب خش على الروتر بليت. ايه الضرب من W واحد W اتنين؟ الكفاءة. يبقى اذا الكفاءة بتاعت الروتر دي اللي هي الـ W داش بتساوي الاكشوال بتاع الخارج على الايزنتروبيك بتاعه. يعني W اتنين تربيع على اتنين. انا W اتنين تربيع اس على اتنين. ودبل 2 تربيع اس على 2 دي اللي هي دبل 1 تربيع اس. يبقى دبل 2 تربيع على 2 تساوي دبليو 1 تربيع على 2. طيب انا معايا مين في الموضوع ده؟ معايا دبليو 1 ومعايا الكفاءة. يبقى اقدر اقول اهو دبليو 1 بكام؟ 7.67 4 ودبليو 2 فوق بكام؟ دي محتاجين نجيبها. ده هيساوي 90%. واذا الباكت دي بتحاول 90% في 1% بريشر دروب بسبب الفريكشن. ده هيطلع لي بقى ايه؟ هيطلع لي دبليو 2 دي ب 7.441 متر بير سكند. طلعت قيمه دبليو 2. ابدا ارسم المثلث الثاني. يبقى انا عندي خلاص المثلث الثاني. طب الزاويه بتاعته كام؟ كده يبقى ناقصاني معلومه. طيب ابص الاقي بيقول لي ايه؟ بيقول لي في المطاريس بيقول لي اول حاجه اوجد ذا اكزيت فلو اريا او ذا نوزل، وبعد كده بيقول لي ذا اكزيت بليت انجل سو ذات ذير از مايت بي نو اكسيال ثرست. بيقول لي might be no axial thrust. طيب احنا قلنا الاكسيال ثرست ده ايه؟ اللي هو ام دوت فرق السي سي اي 1 ناقص سي اي 2. يعني هو بيقول لي الاف اكس ده الاكسيال ثرست اللي هو ام دوت سي اي 1 ناقص سي اي 2 ده بيساوي زيرو. فبالتالي من العلاقه دي المفروض ان انا ايه؟ سي اي 1 يساوي سي اي. يبقى المفروض ان الارتفاع ده اللي هو السي اي هو الارتفاع بتاع الناحيه الثانيه هو السي اي. طيب لو ما ادانيش النقطه دي يبقى هيقول لي لا زاويه بيتا 2 بقيمه كذا. طيب انا كده خلاص عرفت ان الارتفاع واحد. يبقى انا من ده خط كده اهو وارسم قيمه الدبليو بتاعتي. طبعا في ملحوظة ان طبعا لازم هنا دي زاوية بيتا اتنين اهي. ودي الفا اتنين. احنا زي ما قلنا يهمنا زاوية الخروج اللي هي بيتا اتنين دي. دي الفا اتنين. احنا يهمنا زاوية الخروج من بيتا اتنين دي. تمام؟ لان هي اللي هنحسب بيها. فده دبليو 2 وده سي 2. ناخد بالنا بقى ان لازم الفا 2 دي تبقى منفرده. يعني الفا 2 دي اقل قيمه ليها تبقى 90 او اقوى من 90 تبقى منفرده. من دي تربينه احنا عارفين زوايا الخروج من التربينه تبقى كلها زوايا منفرده. تمام؟ زوايا الحادة دي زوايا الخروج من الكمبريسور، واحنا مش دلوقتي شغالين في الستيم تيربين بنرجع للكمبريسورات. طيب احنا كده يبقى رسمنا مين؟ رسمنا المثلث. طيب احنا رسمناه ازاي بقى؟ قلنا خلاص السي اي 1 بتساوي سي اي 2. يعني انا جيت قلت القيمة دي كده اهو هي القيمة اللي هنا. باعتبار ان دي ايه؟ دي السي فاقدر احللها اخليها بلا سي اي واخلي هنا سي يو. والتانية حاجة تانية دي السي اقدر احللها اخليها سي اي واخلي هنا سي يو.
وبالتالي تبقى سي ايه 1 تساوي سي ايه 2. طيب انا كده رسمت المثلثات بتوعي، ابدا بقى ايه ابص على المطالب. طيب اللي هو انا من المثلثات طبعا هطلع قيم دبليو 2 يساوي 7 بوينت 4 4 1 متر في السكند. احنا كده طلعنا كل الحاجات اللي معانا. احنا طبعا ايه ماشي نقول اول حاجه بيقول لي عايز الاكزيت لو اريا او ذا نوزل، عايز الاريا بتاع الخروج بتاع النوزل. طيب احنا عندنا الموازن او ده او المطر. عندنا الـ M الرطب بتساوي الرو في الـ A في C1 تمام. عندي من الخروج اللي هو الـ C1 الرو في الـ A. لما الـ M الرطب معانا اه الـ M الرطب معانا هو مدي عندنا. عندنا الـ M الرطب داخل هنا بتساوي 4 ونص. طيب الرو كام؟ عندي الخروج هنا، أنا عندي إيه بقى؟ عندي الكونديشن أني الكونديشن الأكشوال. المفروض ان انا عندي اتش واحد اس اهو وعندي اتش نوت. انا بطلع بقى القيم، هطلع قيمتي الاكشوال، اطلع اتش واحد اكشوال تمام من الكفاءه بتاعت التربينه. حاجه اقول كفاءه التربينه دي بتساوي اتش نوت ناقص اتش واحد على اتش نوت ناقص اتش واحد اس اللي هي كانت بتساوي 94%. اروح مطلع اتش واحد تمام، طلعت الـ H1 عند الـ pressure، هروح نطلع منه ايه الـ specific volume 1. طلعت الـ specific volume 1 اخده واروح قلبه يطلع لي الـ row تمام. طلعت الـ row، الـ row هتطلع لي بـ point 3 2.748 2.748 في الاريا دي في سي واحد احنا جايبينها ب 12.85. اقدر اطلع لي الاريا من المعادله دي، تطلع الاريا بكام؟ الاريا تطلع تطلع ب 0.1356 متر تربيع أو المطلوب. بعد كده بيطلب ايه بقى؟ بيقول لي ايه ذا اكزيت بليد انجل، عايز الاكزيت بليد انجل. يبقى ادي المثلث اهو بتاع خروج، هو عايز الاكزيت بليد انجل، عايز زاويه اللي هي ايه؟ البيتا 2. هي فين؟ البيتا 2 دي تمام؟ يبقى ده المثلث اهو، ودي زاويه الخروج بتاعته اللي هي زاويه البيتا 2 اللي هي البيتا 2. طيب هنقيسه البيتا 2 ونكتب له كام في البيتا 2. البيتا 2 تطلع بكام بقى قيمتها؟ البيتا 2 تطلع ب 6 و ب 143 تطلع. يبقى اذا المطلوب ده الاي ده البيتا 2 تطلع 143 زاويه طبعا منفرجه، لازم تطلع منفرجه. قلنا عشان دي تكوينها لازم زاوية الخروج دي تطلع من طريق. طيب بعدين عايز الاوتبوت كيلو وات، assuming the internal losses تساوي 5 كيلو جول بالكيلو جرام. عاوز الاوتبوت كيلو وات. الاوتبوت كيلو وات بيساوي ايه؟ طبعا الباور بيساوي الام ضغط في الورك، الورك اللي هو اليو دلتا سي. طيب الام ضغط معانا مش خدمين من مين او 4.5 4.5 كيلو جرام بير سكند، واليو اليو معانا بيساوي 5.78
سبعة تمانية اتنين خمسة. طلعنا من الرسم الدلتا سي يو زي ما احنا قلنا ده اللي هو الدلتا سي يو ده طبعا السي اي. فالدلتا سي يو ده قياس المسافة اللي بتطلع لي الدلتا سي يو بتساوي سي يو واحد ناقص سي يو اتنين طبعا هيجمعوا على بعض هيطلع لي كام الدلتا سي يو ده هيطلع لي اتناشر بوينت زيرو تسعة وعشرين يعني اتناشر بوينت تلاتة من عشرة ده هيطلع لي تلتمية وتسعتاشر وتمانية من عشرة كيلو وات تمام يعني تقريبا حوالي تلتمية وعشرين كيلو وات. يبقى التربينة دي يطلع 320 كيلو وات بالكفاءات بتاعه النوزل وبتاعه البطاريه. بيقول لي ايه بعد كده؟ بيقول لي الكفاءه في بقى ايه؟ انترنال لوسز تمام؟ انا الباور ده المفروض هطلعه بره خالص هيعدي البليد ده هتروح تنقل الباور بتاعها للعمود والعمود ينقله طبعا من خلال الكي والعمود طبعا عليه فريكشن على بيرنجز فده كله طبعا بياخد من الانرجي بتاعت الموجود. فبعمل ايه؟ باخد القيمة دي واطرحها يبقى الباور اوتبوت ده يبقى الاكشوال باور اوتبوت ده كده ممكن نقول عليه زاوية internal losses وبعد كده الاكشوال هيساوي 620 جيجا ماينس. هو بيقول لي مديني الباور لكل كيلو جرام فبالتالي اضرب الكيلو جرام يبقى خمسة في أربعة ونص هو بيديني خمسة دي كيلو جول بير كيلو جرام يبقى انا ضربتها في الانفلوب اديني باور. طيب يبقى اذا ايه ده؟ طلع لي كام الكلام ده؟ يطلع لي 297 وثلاثة من عشرة كيلو. يبقى التربينة دي وهي شغالة هتطلع 297 وثلاثة من عشرة كيلو وات صافي. طيب لو انا حسبت الكفاءه بتاعتها طبعا هو مش طالب الكفاءه بس احنا لو حبينا نحسب الكفاءه يبقى انا معايا الورك اكشوال اهو فنقدر نقول ان الايتا التوتال تو ستاتيك هتساوي الورك الاكشوال ده على سي واحد تربيع على اتنين سي واحد اس تربيع على اتنين اللي هي يبقى كده الورك الاكشوال على طبعا الباور على الامرود هذا هيساوي اتش نوت ناقص اتش واحد اس. لو حسبت الكلام ده هلاقي هيطلع تقريبا كفاءة 75%. ودي الكفاءات يعني ودي الكفاءات اللي احنا كنا بنستخدمها لما كنا في السيرم كان يجي يقول لك كفاءة التربينة دي 80% 75% وهكذا 85%. فالكفاءات دي طبعا احنا بنطلعها بالشكل ده ان احنا المفروض عندنا جزء ثيرمال اللي هو التوتال انرجي بتاعنا اللي هو المفروض اتش نوت ناقص اتش واحد اس هنا عندنا وعندنا الجزء الهيدروديناميك اللي بيحصل فعليا جوه على الريش الفلوسيتي الدايجرامات والكلام ده كله. فبنطلع من الدايجرامات والكلام ده كله الورك الاكشوال فعلا اوريدي ونروح نقارنه بالطاقه الكليه اللي كانت موجوده في الفيديو لما نقسم الاثنين على بعض يدينا كفاءه التربيه. طيب كده احنا خلصنا المساله بتاعتنا هنحل معاكم ان شاء الله المره الجايه مساله على كيرتس.